نجوم كبار اسعدوا جمهوري الاهلي والزمالك وجمهور مصر بشكل عام. نجومنا اللي مشرفينا ومنورنا النهارده في حصاد الاسبوع نجم مصر ونادي الزمالك كابتن طارق السيد. كابتن طارق مشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك يا ابو خليل، دايما منور الشاشه ودايما سعيد ان انا موجود معاك. ربنا يعزك. احنا اسعد ونجم الاهلي ونجم الزمالك نجم منتخب مصر كابتن حسن مصطفى. كابتن حسن مشرفنا ومنورنا. مشرف، ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله نكون موفقين النهارده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كابتن طارق، يعني ذكريات كتيره جدا اعتقد موجوده ليك مع منتخب مصر، يعني موجود لفترات طويله اكتر من جهاز فني، وبطولات افريقيا تحديدا ليها وضع مختلف. ابرز ذكرياتك مع منتخب مصر في بطولات افريقيا ايه؟ بس يمكن الحمد لله رب العالمين كان ليا الحظ كبير وليا نصيب كبير ان انا اكون موجود في 4 كاس امم افريقيا ورا بعض متتاليين. 2002 في مالي مع كابتن مع كابتن جاري، في 2004 مع كابتن محسن صالح في تونس، 2006 في مصر هنا، 2008 في غانا مع الكابتن حسن شحاته، 2006 و2008. الحمد لله رب العالمين في اوقات كتير جدا، يمكن كانت بدايتي بدايه صعبه جدا في ان بنلعب في بطوله ومع مدرب واسم كبير جدا الكابتن محمود الجاري، وانا كان ليا الشرف ان انا اتمرنت تحت ايدي الكابتن محمود الجاري. ودي حكايه ناس كتيره ما جالهاش ما حظتش بالشرف ده. شرف كبير جدا لاي لعيب في مصر لعب كوره واتمرن تحت ايدي الكابتن جاهري وراح معاه منتخب مصر في كاس افريقيا او تصفيات كاس عالم، اتعلم حاجات كتير جدا جدا في ازاي روح الانتماء، روح حب فلينه منتخب مصر، ازاي تشتغل بجد وتشتغل باعلى طاقه عندك عشان تبقى موجود من سواء التشكيل الاساسي او تبقى موجود من قوام منتخب مصر في ظل قياده الكابتن محمود الجهري. فاكيد انا كان ليا الشرف الكبير ان ده حصل ليا. طبعا الله يرحمه كان اسم كبير جدا في التدريب ويمكن انجازاته كبيره جدا مع منتخب مصر، انما في الاخر يمكن احنا انا اتمرنت تحت ايد 3 مدربين في منتخب مصر، كابتن جاهري، كابتن محسن صالح في نهايات كاس امم، انما كان فيه طبعا مستر ماركو تارديلي ومدربين اجانب كتير في الفتره دي، انما يمكن اللي هم في بطولات كاس امم افريقيا كابتن جاهري وكابتن الكابتن من احلى جوانك دي مع المنتخب كابتن طارق. ده كانت تصفيات كاس العالم. كاس العالم صح يا ابو علي. تصفيات كاس عالم 2005 اللي هي بتاعت 3-2. 3-2. يمكن الجون ده قتل احلام الكاميرون، على الرغم ان هم بعد كده جابوا فينا جونين وكان ممكن النتيجه تطلع 3-2-2 لو ما كانش الكرة دي جت، ويمكن علامة من علاماتي أو في تاريخي الحمد لله الهدف ده، وبعتز بيه جدا طبعا لأن ده يمكن في فرقة كبيرة كمان فريق الكاميرون اسم كبير سونج كمان وارتبط اسم سونج أو اسمي باسم سونج في الماتشات دي. يعني كمان احنا كنا موافقين جدا على الكاميرون، يمكن سونج ليه حالات كتير جدا مع لعيبة منتخب مصر سواء محمد زيدان أو طارق السيد أو أحمد حسن، كابتن أحمد حسن طبعا. فذكريات حلوة طبعا وذكريات جميلة جدا ما بتتنسيش.